أم المقاتلات بايراكتار تي بي 2 التركية التي حررت أذربيجان تتقاعد، فهل سيكون لبايراكتار تي بي 2 دور في فلسطين؟ ما القصة؟ تجاوزت الطائرة بدون طيار بايراكتار تي بي 2 التي طورتها شركة بايكار على المستوى الوطني وبشكل فريد عتبة مهمة أخرى، حيث أصبحت الطائرة بدون طيار تي بي 2 برقم الذيل S5 والتي كانت أول نظام يدخل مخزون قيادة القوات البرية التركية من خلال اجتياز الاختبارات القبول في عام 2014، أصبحت أول طائرة بدون طيار تكمل وتنهي عمر هيكلها خلال خدمة استمرت 10,000 ساعة. وبعد أن تقاعدت ستشارك الآن طائرة بايراكتار تي بي 2 S5 UAV التي تركت واجبها في رحلات التدريب والاختبار داخل بايكار، وسيتم استخدامها كطائرة بحثية. وبدلا من الطائرة بدون طيار بايراكتار تي بي 2 S5 التي تمت إزالتها من مخزون القوات المسلحة التركية بعد إكمال فترة خدمتها، تم إهداء الطائرة بدون طيار بايراكتار تي بي 2 برقم الذيل T510 إلى القوات البرية والتي خرجت لتوها من خط الإنتاج. اجتازت الطائرات بدون طيار S5 تي بي 2 بايراكتار التي عملت بنجاح في سمائنا لمدة 10,000 ساعة اختبارات القبول بنجاح، ودخلت المخزون في عام 2014. في وقت لاحق تولت مهام مهمة في عمليات الخندق، درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع وعمليات المخلب الجارية، ونفذت أكثر من 750 طلعة جوية خلال فترة خدمتها. ويبقى السؤال، متى سنشهد دورا لبايراكتار تي بي 2 في فلسطين؟ أم أن هذا سيبقى ضربا من الخيال؟ وسيبقى نصيب فلسطين وغزة مجرد الشعارات والكلام وجهاد اللايكات والإعجابات والمتابعات والاشتراكات على منصات التواصل الاجتماعي فقط؟